إلى موندو ديبورتيفو التي عنونت مونديال الأندية يبدأ في 2019. موندو نقلت تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو الذي طرح فكرة رفع عدد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية إلى 32 فريقا. وفي السياق ذاته تحدث إنفانتينو إلى موندو ديبورتيفو قائلا إن كرة القدم في يومنا هذا لا تتمحور حول أوروبا وأمريكا الجنوبية فقط، مضيفا أن العالم تغير وبالتالي يجب إنشاء كأس عالم تكون أكثر أهمية بالنسبة للأندية والجمهور حول العالم. نهاية فقرة الصحافة، أعود إلى أروى مرة أخرى.